متابعين الاعزاء، شوفكم شلون صحتكم. طبعا مثل ما تشوفون اليوم هامبورغ المظاهرات مع العراقيين، طبعا كنا طالعين طبعا ابقوا وياي وراح اصور لكم ويا للنهايه، تابعوا المظاهره للنهايه. دورت العدد عفت الاصل ليش؟ لكن مروان صورنا العزيز مثل تقييم حيدر علي الدين الثقيل حسين ناصر الكبر في الدور ماله وين الثوب وعز برهان ويبت عجي الصديق بدرت الاثنين الكتب كلش كبيره وتحمل اشكال وحير صغار بس هذا العناوين انا ارجع لك يا عراق والله مزعج لك يا عراق يا عراق. طبعا مثل ما تشوفون المظاهرات السلميه هنا بس بحاله متقصيه في مدينه هامبورغ. طبعا إذا العمور ردت للمجانين أنا مسكين حتى أكو جماعة ويانا سوريين طبعا طالعين الحكومة العراقية نقول وعلى عناوين على العمور وصع للمساكين أنا آسف ويجل السامع أنا آسف ويجل السامع أنا آسف وشعر يفحى بس انت صادق انا اسف وشعر يسعى بس انت صادق سمعنا اسمع بس اعرف الشياطين بس اعرف الشياطين تحيات ليكون على وين يا حسين الطب 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 بالدم نبديك يا عراق بالروح بالدم نبديك يا عراق بالروح بالدم
نبديك يا عراق والروح بالدم نبديك يا عراق والروح يا اخي افحوي شو اسوي له طبعا اخوان الاعزاء مثل ما تشوفون هنا للمتظاهرين على شنو جايين يا مرحبا 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 ي
الشعب ما يريدك قبل على سيدك هذا الشعب ما يريدك قبل على بلادنا Thank you.
مثل ما تشوفون طبعا الشرطة واقفين لي غادي وشلون حامينا طبعا مثل ما تشوفون Yeah!
طبعا متابعين الاعزاء مثل ما تشوفوا احنا وياكم